أهلا بكم في المحاضرة الأولى وعنوانها هو هل الصلاح يكفي؟ وبهذا السؤال أعني أن الكثير سيقدم في المحاضرات الست التالية، وأصلي ألا تكون مجرد معلومات تعرفونها بل أن يغير الله حياتكم، لذا أريد أن نصلي معا ونثق بحق أن الله سيكلمنا، هذا هو أهم ما يمكن أن يحدث. اذ بهذا المنهاج تشترون حياتكم اؤمن ان الله سيغيركم لنصلي ابي في اسم يسوع شكرا على الروح القدس يا روح الله القدوس اسالك ان تملا هذا المكان وكل مكان عمل وكل كنيسه وتملا كل بيت يشاهد فيديو هذا المنهاج الان بحضور يسوعنا يا روح الله انت تستمتع بتمجيد يسوع لذا اطلب ذلك اطلب ان تعطيني كلمتك كلمه الرب كلمه الله النبويه الخاصه بهذا الوقت بالذات واطلب ايضا القلب الذي اقدم به هذه الكلمه وكان يسوع موجود يقدمها بنفسه اصلي يا ابي انه بينما نرى يسوع مجددا نذهب من مجد الى مجد وتتحرر النفوس لاني اعلن اليوم ان ملكوتك ات فينا لذا مشيئتك ستكون كما في السماء كذلك هنا لذا نعطيك الكرامه نعطيك كل المجد والحمد والشكر في اسم يسوع العظيم القدير العجيب المهيب القدوس الجليل نحن نصلي المتفق مع يصرخ امين لنشكره على ما سيفعله في حياتنا امين امين تفضلوا نتحدث عن هل الصلاح يكفي ثمه خير وشر صحيح كلنا يعرف الفرق اليس كذلك الم نولد عارفين الصواب والخطا فكروا اي قصه او روايه او فيلم انتهت بفوز الجانب الشرير نشاهد الافلام ونجد ابطالنا يمرون بمحن لكن كثيرا ما ينجحون في النهايه فنفرح لهم كذا برامج التلفاز التي تستمر عشر سنوات البرامج الاكثر شهره تسلط الضوء على الصلاح البشري مثل برامج تحسين الشكل التي بدات منذ عشر سنوات فيها يساعدون الاخرين في خساره الوزن وراينا مشاهير يكتشفون مواهب الرقص والغناء وراينا ايضا من يساعدون العرائس بفساتين زفاف يوجد امثله كثيره لهذه الامور البشريه تحب الخير ننجذب للخير لذا نحن نعتقد اننا نعرف الخير ونعرف الشر لا احد غير مدرك او عارف للخير والشر لا احد ينخدع ويدع ما هو خير شرا او ما هو شر خيرا لكن انتبهوا لهذا منذ سنين عديده جاء قائد غني جدا الى يسوع يسوع الناصري لم يكن القائد الغني قاتلا ولا كان من الزنا كان امينا في عمله لا يغش لا يكذب ولا يفتري على احد كان يحترم والديه وقال ليسوع ايها المعلم الصالح كان قائدا يكلم قائدا اثق ان ذلك الغني اراد ارضيه مشتركه مع يسوع فقال هذا اللقب ولكن حين قالها اجابه يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله لماذا صحح يسوع كلام من قال انه صالح الم يكن صالحا بالطبع كان صالحا ولكنه اراد ان يقول لذلك الغني مقياس الصلاح عندك غير مقياس انا ترى كم واحدا منا يمكن ان يكون مكانه ترى كم واحدا منا إن رجعنا للوراء ألفي عام يقول أيها المعلم الصالح ويتلقى ذات الرد أقول الصراحة كقائد أظن أني أعرف الرد علي لأنني تلقيته بالفعل سأحكي لكم عن قول الله لي إن لدي مفهوم خاطئ عما هو صالح منذ سنين في التسعينات سافرت إلى السويد لحضور مؤتمر وبعد ليلة في السفر وصلت وجاء من سيقلني وقال لي في الغالب انت لا تعلم ما حدث لأنك كنت في الطائرة الأميرة ديانا قتلت بالأمس في حادثة سيارة الخبر دمرني لم أستطع أن أصدق أذني ثم أخذني إلى الفندق ودخلت غرفتي وألقيت حقائبي على الأرض وبثياب سفري من الولايات المتحدة فتحت ال CNN والبي بي سي كنت أشاهد وأنا غير مصدق أن حياة هذه السيدة الشابة انتهت هكذا فجأة سأخبركم كان زواج ديانا متزامنا مع زواجي بليزا وكنا نتابعهما ليزا تشتري المجلة التي عليها صورة ديانا وبصراحة كنت أحيانا أقرأها قبل ليزا لأني كنت أحبهما وكنت أراها جميلة تستخدم جمالها لمساعدة الناس أعجبت بما تفعله كان زوجين رائعين وطلاقهما كان مأساة لي فجلست أمام التلفاز ساعتين كاملتين لأرى الأخبار والناس واقفين أمام بيتها يضعون أكاليل الزهور ويبكون ثم قلت لنفسي سوف تعظ في المساء يجب ان تغلق التلفاز وتستعد للعظه فاغلقت التلفاز وبقيت حزينا في غرفتي طوال اليوم ولكن كان هناك شيء شعرت بخطا ما من الصعب وصف هذا الامر ولكنني شعرت ان هناك خطا ما فبعد ان اغلقت التلفاز جثوت على ركبتي في السويد في تلك الغرفه وقلت يا روح الله انا لا افهم حزين على موتها ولكن هناك خطأ ماذا يحدث؟ لم أسمع أي شيء إلا اقرأ رؤية ثمانية عشر يجب أن تعرفوا أنني لست دارسا متعمقا لسفر الرؤية لقد قرأته كثيرا لكني لم أعرف المكتوبة في سفر الرؤية في الأصحاح الثامن عشر فبدأت أقرأ ووصلت للعدد السابع وبدأت أرى أمورا قرأت بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك اعطوها عذابا وحزنا لانها تقول في قلبها انا جالسه ملكه ولست ارمله ولن ارى حزنا من اجل ذلك في يوم واحد ستاتي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لان الرب الاله الذي يدينها قوي وسيبكي وينوح عليها ملوك الارض الذين زنوا وتنعموا معها دعوني اقول هذا بسرعه لم يكتب هذا تاريخيا عن ديانا لكن كان الروح القدس يحاول أن يجعلني أربط بعض الأمور عندما نظرت إلى الآيات ربطت الأمور حالا لقد مجدت نفسها وأعلنت نفسها ملكة على قلوب الناس مكتوب كما تنعمت وتنعمت كلمة قليلة على ما كانت تعيشه وناحة ملوك الارض لقد ناح ملوك الارض بالفعل حين ماتت في تلك الحادثه الماساويه اذكر اني رايت اغلب قاده العالم الغربي او ممثليهم في جنازتها فرايت ارتباطا مباشرا هنا ولكي اكون صريحا معكم بدات اغضب وانا في الغرفه يا رب كيف تقول ان هذا يمثل ديانا مستحيل حزنت قليلا كنت مصدوما، قلت هذا مستحيل. قلت يا رب، إنها خيرة. لقد ساعدت ضحايا الألغام وساعدت الأيتام. وسمعت هذا في قلبي. تباهت بعصيانها لعائلتها أمام العالم. تفاخرت بزناها أمام العالم كله. لم تخضع لي. قلت ولكن كل الخير الذي عملته وسمعت الرب بوضوح يقول بني لم تنجذب حواء إلى الجزء السيء من شجرة معرفة الخير والشر بل للجزء الجيد وعندها فتحت على تكوين ثلاثة وبالطبع قرأت هذا فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وانها بهجه للعيون وشهيه فرايت هنا جيده وبهجه وشهيه فاخذت منها جلست بفم مفتوح وادركت انني لم اكن فاهما لمعنى كلمه جيد قال الله لي هذا بعدها مباشره بني المسيحيون الصالحون بين قوسين لا ينجذبون الى خطايا هذا العالم الفاضحه الفاسده ولا الى العربده وما الى ذلك من الحفلات المليئه بالسكر بل قال هناك جيد ولكنه ليس خاضعا لي بل هو عصيان علي وفجاه ادركت اني لا اعرف ما هو الجيد ثم بدا في عملا بدأ الله يعمله ليعلمني أنه في آخر الأيام ما سيخدع الناس ليس الشر بل الخير الذي في نظر الله شر. وأيضا هناك آية في أمثال 14 12 تقول توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة أي جيدة وعاقبتها طرق الموت. دعوني اتحدث عن طرق الموت اولا قال الله لارميا النبي هانذا اجعل امامكم طريق الحياه وطريق الموت هنا طريق الحياه وطريق الموت لا تعني موت الوفاه والهلاك طريق الحياه وطريق الموت بمعنى طريقه تفكيرنا اذا نظرت الى الجنه التي ارشدني لها الرب شجره الحياه ترمز لحكمه الله الحياه فيه معرفه الخير والشر ترمز لحكمتنا بدون حكمته وكما ترون هنا المعركه بين الانسان وخالقه منذ ذلك الوقت نظن اننا نعرف الافضل لحياتنا اكثر من الله فان قلنا عن شيء انه جيد واختلف الله معنا هنا الصراع ان نظرت الى ما يقوله الله لانه المخلص يقول طوبى للانسان الذي يجد الحكمه كل جواهرك لا تساويها في يمينها طول ايام وفي يسارها الغنى والمجد طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. ماذا يريد الله لحياتك؟ ما يريده الله لحياتك هو طول الأيام. يريد غنى ومجدا، يريد لك نعما، يريد سلاما. حكمته ستعطيك ذلك. لسبب ما نظن أننا نعرف الأفضل لنا أكثر منه. لذلك كثيرا ما نلومه. مع اننا نتخذ قرارات غير مبنيه على حكمته مصدر الخير لذا ان اعدت النظر تقول الايه توجد طريق تظهر للانسان مستقيمه بمعنى اخر في الظاهر تبدو مفيده واساسيه تبدو مقبوله تبدو نافعه ولكن يقول الله الاخر طرق الموت مرض فقر كابه حزن طرق الموت لم يكن هذا في الجنه قبل ان يفصل ادم وحواء حكمتهما عن الله سفر العبرانيين يقول لنا شيئا يفتح اعيننا اكثر يقول الحكماء عبرانيين خمسه اربعه عشر الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربه على التمييز بين الخير والشر حواسكم تتدرب لتميز الخير عن الشر هنا لا يقصد حواسا ماديه لانه في بدايه الكلام في العبرانيين يقول لدي كلام ولكن صرتم متباطئي المسامع لم يكن يتحدث عن اذانهم بل عن قلوبهم لديكم خمسة حواس روحية غير مادية، يقول الكتاب ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، كيف تتذوق الله؟ يقول الكتاب من له أذنان للسمع فليسمع، لا يقصد هذه بل هذا. يقول الله لكي تفهم ما هو الخير وما هو الشر يجب تدريب حواسك، وهذا هو هدف الرسالة. هدف الرسالة تدريبها بكلمة الله لنميز بين ما هو خير بحق وما هو شر بحق لو كانت حواء انخدعت في جو الكمال ذاك حيث لم يسئ اليها اب ولم يستغلها مديرها ولكنها انخدعت وصدقت ان الشر هو خير فكم بالحري في ايامنا في المجتمع الساقط انتم معي كيف خدعتها الحيه لنبدا من هناك هذا ما اراد الله ان يلفت نظري اليه لنسال انفسنا كيف استطاعت جعل امراه تعيش في محضر الله كل يوم في حياتها تنقلب على الله لانه ان فهمنا كيف فعلتها سنفهم كيف تخدعنا اذا ماذا يحدث هنا في الجنه جاء الله يوما وقال من جميع وقد قال هذا لادم قبل خلق حواء من جميع شجر الجنه تاكل اكلا واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها لانك يوم تاكل منها موتا تموت هذا ما قاله قال الله كل من اي شجره هنا ما عدا واحده انظروا صلاحه صلاحه يقول كل من اي شجره تعجبك كان هناك أكثر من 2500 شجرة مثمرة على الأرض، كل منها كانت ممثلة في الجنة، فكان هناك ألفي شجرة يمكن أن يأكلوا منها، وصلاح الله يقول: كل من أي شجرة، ويمنع واحدة. ماذا فعلت الحية؟ أولاً استهدفت حواء وليس آدم، وهذا لسبب سأقوله لاحقاً. انتظرت حتى أتت حواء ونظرت إلى الشجرة. فقالت لا يمكنكم ان تاكلوا من اي شجره ماذا تفعل ما هي خطوتها الاولى ان تحول نظرها من كل ما يمكنها اكله الى الشيء الوحيد الممنوع ماذا عنا لقد اعطانا الله الكثير لو طلب مني ان اسرد لكم بركاته علينا سنسهر الليل وغدا وبعد غد عالم الكتب لن يسع كل ما فعله معنا ان فكرت في الامر، لكن العدو ينقل عينيك من كل عطايا الله الى الممنوع. انتم معي؟ جيد اذا اجابه حواء قالت هذا الكلام: من ثمر شجر الجنه نأكل، واما ثمر الشجره التي في وسط الجنه فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه. لئلا تموت لاحظ إجابتها ولا تمساه لم يذكر الله لمس الشجرة قال لا تأكل هذا يجعلنا نتفهم أي نتفهم حواء حسنا معرفتها منقولة وليست معلنة هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org دعونا نرجع هنا عندما قال الله هذا قاله لادم وليس لحواء. والآن خلقت؟ بالتأكيد كانا يتمشيان، وقال آدم: هل ترين تلك الشجرة؟ لا تأكلي منها. إذا معرفتها منقولة. حسنا، سأقول لكم كيف حدث هذا في الأناجيل. كان يسوع مع تلاميذه، ونظر إليه وقال لهم: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فماذا فعلوا بداوا يقولون كل ما سمعوه من الغير قوم يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون واحد من الانبياء ما هذا يقولون له ما سمعوه على فيسبوك وتويتر وانستغرام وهذا ما يريده انه يخرجه منهم وبعد ان قالوا كل ما سمعوه من الاخرين قال لهم وانتم من تقولون اني انا اخرج منهم كل المعرفه المنقوله لهم وقال ماذا اعلن الله لكم فقالوا يا الهي بطرس اندفع قائلا انت المسيح ابن الله الحي فقال يسوع طوب لك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات هذه معرفه معلنه كيف نحصل على مثلها يمكننا ذلك بعده طرق اثناء قراءه الكتاب المقدس او اثناء قراءه كتاب روحي او اثناء خلوتنا او اثناء العظه او خلال رؤيا مثل بطرس على السطح او يمكن ان نتقابل مع كلمه يعلنها الله لقلوبنا خلال اليوم هناك طرق كثيره يعلن بها الله لنا من الصعب ان نعبر عن الطريقه فاحيانا قد تسمع صوتا في قلبك واحيانا تجد نفسك تعرف اذ غرس فيك الاعلان واحيانا تجد قلبك يدق بسرعه وانت في حضور الرب وكلمته المهم هو ان تعرف يقينا انك تعرف اما عن المعرفه المنقوله ربما تكون دقيقه لكن الروح لم يعلنها دعوني أذكر مثالا لشخص لديه معرفة منقولة سمع القصة يعظ محبة المال أصل لكل الشرور ولكن لم يطلب الله ولم يصلي بعد العظة فقط قال رأيت الآية وبدأ يقول المال أصل لكل الشرور لا تعبث به المال أصل لكل الشرور إنه ليس المال بل هي محبة المال ماذا حدث؟ إنه لم يطلب الله. انظر إلى شعب بيرية يقول الكتاب عنهم أنهم عندما ذهب إليهم بولس ووعظ كان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم ليروا هل الكلام كما قاله بولس وسيلة؟ الشرف هنا معناه انفتاح الذهن. وكانهم يقولون يا رب ذهننا مفتوح لما تقوله بالتاكيد كانت هذه الكنيسه قويه لان يسوع قال على هذه الصخره صخره المعرفه المعلنه سابني كنيستي ليست معرفه منقوله انها معلنه هل تتابعون الخطوه الثانيه في خطه الحيه عباره عن النقد المباشر للكلام الذي يقوله الله فقالت الحيه للمراه لن تموتا بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تكونان كالله عارفين الخير والشر قالت بل الله عالم ماذا تقصد بقولها بل الله عالم تقصد ان الله يمنع عنكما امرا شيء يعرفه وانتم لا انه يمنع شيئا عنكما في هذه الشجرة، وهنا الخطوة الثالثة، إنها تنظر للشجرة وتراها جيدة وتراها شهية، وستجعلها حكيمة، وفجأة تقول هكذا: ما الذي يخفيه الله ويمنعه عني؟ هناك شيء جيد لي في هذه الشجرة، ولكن الله يمنعه عني. الحية تشوه شخصيه الله امامها فتجعله يبدو كانه ياخذ مع انه العاطي وعندما يشوه شخصيه الله في عينيها حتى في هذا الجو الكامل سيقلبها عليه شيء جيد في الشجره يمنعه عني هذا قاس انه ليس صالحا كما يدعي لهذا السبب قال الرسول يعقوب في أصح واحد اظن هذا رائع. قال يعقوب هذه الكلمات، قال: لا تضلوا، قولوا تضلوا. اخوتي الاحباء. هناك مشكله واحده في التضليل انها التضليل. تظن انك على حق وانت في الواقع مخطئ. لا تضلوا يا اخوتي الاحباء. كل عطيه. قولوا صالحه. كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه هي من فوق نازله من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير لا يهم كم تبدو جيده او كم تظن انها ستجعلك حكيما او غنيا ليست من الله ليست خير لا يوجد اي شيء ما يقصده يعقوب لا يوجد ما هو جيد لحياتك بدون الله ادم وحواء وادم كان معها وقتها نرى هنا رجلا كان يجب ان يساعد زوجته في وقت حاجتها اليه حين اقتنع ان هناك خير بدون الله مات ارايتم اذن دعونا نعرف ما هو الخير اصل الكلمة في اللغة العبرية توب تاء واو باء. The Complete Word Study يقول ان معناها ان تكون سعيدا ومقبولا وتفعل الصواب. وموسوعة كلمات الكتاب تقول ما هو اعمق، ساقرا لكم تعريف كله. المبدا الذي يجمع كل استخدامات الخير هو التقييم، قل التقييم. لكي تحدد ما هو جيد يجب أن تقارن بين أشياء وصفات وأفعال بغيرها. يجب أن تفاضل بين ما هو مفيد وصحيح وما هو غير مفيد وخاطئ من الأشياء والصفات والأفعال. قصة الخليقة تقدم توب بطريقة كتابية عندما يرى الله ما عمله ويقول عنه: حسن. الله يقيم. هذا لان الله جعل الانسان مشاركا له في صورته فجعل البشر يعرفون كيف يقيمون ايضا لكن الخطيه شوهت فهم الانسان لهذا السبب الله فقط هو الذي يقيم بطريقه صحيحه وفقط لان الله شاركنا في كلمته بتقييماته لما هو جيد نحن الذين نثق به يمكننا أن نؤكد بثقة كاملة أن شيئاً أو صفة أو فعلاً ما مفيد لنا. المفتاح هو التقييم. اختار آدم وحواء أن يقيما ما هو جيد بعيداً عن حكمة الله. وهذا هو السقوط، هذه هي مشكلة البشرية. سأذكركم بالآية: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. سيكون هناك أنماط سلوكية وأفكار ومعتقدات وما يعتبر عاديا وعادات وتقاليد كلها تبدو مقبولة بحسب تقييمنا وسيظهر خطأها في بناء حياتنا. ومع الوقت ستأخذ كل حياتنا. إذا ما هو مقياس الصلاح الذي سنثق به؟ هل فكرتم في هذا؟ ما هو المقياس؟ حسنا؟ في تيموثاوس الثانية يقول بولس في رسالته الأخيرة: يقول كل الكتاب، قولوا كل, كل الكتاب. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم أي لنعلم ما هو جيد. والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر اي تصحح اعمالنا عندما نخطئ وترشدنا لنفعل الصواب او الخير انظروا يقول كل الكتاب قولوا كل الكتاب لم يقل جزءا منه بل قال كل الكتاب من وجهه نظري اما كله موحا به او انه معيب ما دام قال كل الكتاب هو موحا به، إذا لا يمكن أن أترك شيئا. لنتحدث عن هذا. يتكون الكتاب من 66 سفرا، مكتوبين بلغات مختلفة، نعرف على الأقل ثلاثة منهم في 1500 عام. أربعة وأربعون كتبوا هذه الأسفار على مدى 1500 عام. من ثلاث قارات مختلفة هناك رجال من مختلف دروب الحياة كتبوا نفس هذا الكتاب بلغات مختلفة ومن قارات مختلفة منهم الصيادين ورعاة الغنم ورجال من الجيش وملوك وطبيب وجاب ضرائب وشخصيات أخرى وحدة الموضوع في هذه الكتب المختلفة أمر عجيب جدا لو أن لديك لجنة وطلبت من أربعة وأربعين كاتبا في قرن ونصف أن يكتبوا قصة هل يمكنك ذلك؟ لا أظن لم يكن هناك لجنة كانوا فقط أربعة وأربعين رجلا كتبوا كل هذه الكتب المختلفة خلال ألف وخمسمائة عام والكتب كلها متزامنة تماما سأخطو خطوة أبعد لننظر لدقة الكتاب في العهد القديم هناك ثلاثمائة نبوة مكتوبة عن المسيح الآتي كتبت بعض هذه النبوات قبل ميلاد يسوع بأكثر من ألف عام والثلاثمائة نبوة المكتوبة قالت أشياء فريدة جدا عن المسيا حسنا تحققت الثلاثمائة نبوة كلها في يسوع يشير هذا وحده إلى دقة الكتاب المقدس. البعض يقولون لكن هناك آخرون تناسبهم نبوات، ربما واحدة أو اثنتين ولكن ليس 300. هناك عالم يدعى الدكتور بيتر ستونر في عام 1958 نشر كتابا اسمه العلم يتحدث. دكتور ستونر حصل على موافقه الائتلاف العلمي الامريكي على كتابه واستخدم اكثر من 600 طالب في بحثه والذي كان عن الاحتمالات لذا ما فعله ستونر هو اخذ ثمانيه من هذه النبوات ثمانيه نبوات فقط واحد ميلاد المسيح في بيت لحم. اثنان: المسيح يسبقه رسول. ثلاثة: دخوله اورشليم راكبا على جحش. أربعة: صديقه سيخونه. خمسة: سيباع بثلاثين من الفضة. ستة: هذه الفضة ستلقى في حقل فخاري. سبعة: سيصمت أمام محاكميه. ثمانية: سيحكم على المسيح بالصلب كلص. هذه الثمانية. استخدموا علم الاحتمالات. لإيجاد شخص من زمن المسيح إلى وقتنا هذا أو وقت ستونر عام 58 تنطبق عليه النبوات الثمانية دعوني أشرح هذا ببساطة معي عشر كرات كرات التنس تسع كرات منهم صفراء لامعة وكرة واحدة بيضاء ثم وضعتهم في دلو وهزسته وغميت شخصا وقلت تعالى اختر كرة فاحتمال أن يمسك بالكرة البيضاء يكون بنسبة واحد من عشرة صحيح؟ وجد ستونر وطلابه الستمائة أن فرصة وجود شخص واحد تتم فيه النبوات الثمانية هي واحد من عشرة أس سبعة عشر ربما تقول ما معنى عشرة أس سبعة عشر اكتب واحد وضع بجانبه سبعة عشر صفراً لا أعرف كيف ينطق هذا الرقم إنها أكثر من بليون أو تريليون فلا أعرف هناك واحد وسبعة عشر صفرا سأساعدكم على فهم مدى ضخامة هذا الرقم حسنا لدي صديق هنا دون وزوجته شيري من تكساس لأننا سنحضر بعض العملات الفضية سنحضر واحدة أس سبعة عشر عملة فضية حسناً وسنضع علامه على عمله واحده المشكله التي سنواجهها هي ايجاد مكان يكفيها دعوني اوضح كميه العملات اذا غطيت ولايه تكساس كلها بعمق قدمين فهذا يكفي هذه العملات الولايه كلها بعمق قدمين وعمله عليها علامه اخلطها غمي رجلا واركبه هليكوبتر قل له يمكنك أن تنزل في أي مكان تريده في كل ولاية تكساس النسبة المحتملة لأن ينزل الرجل ويلتقط العملة الصحيحة هي واحد من عشرة أس سبعة عشر وهي نسبة أن يوجد شخص تتم فيه النبوات الثمانية لنتقدم إن أخذنا ستة عشرة نبوة من الثلاثمائة الذين تموا في يسوع فالرقم لم يعد واحدا اس سبعه عشر بل واحد اس خمسه واربعين حسنا سيصعب الامر قليلا اكتب واحد وخمسه واربعين صفرا من الصعب شرح هذا لان الارض كلها لن تسع هذه العملات لان الواحد اس خمسه واربعين عمله فضيه يكونون كره كبيره من العملات حجمها يساوي قدر المسافة بين الأرض والشمس ستون مرة قطرها خمسة ونصف ميل لقد درت حول الأرض في يوم واحد يمكنك الدوران حول نصف الأرض في يوم في 22 ساعة من أمريكا إلى الهند لن نقدر أن ندور حول كرة العملات لأننا سنحتاج أربعمائة عام من السفر بلا توقف غم شخصا وسفره أربعمائة عام واسأله متى ننزل ولا تنسى العمق ليس قدمين كل الأرض عملات يجب أن يجد التي عليها العلامة هذه نسبه وجود شخص يناسب السته عشر نموه من الثلاثمائه التي تمت في يسوع فهمتم لماذا يقول في امثال ثلاثين خمسه كل كلمه من الله نقيه ساختم بهذا وهذا سيناريو افتراضي طلب منك ان تعبر حقلا مليئا بالالغام والنباتات السامه والحفر والرمال المتحركه ونباتات مميته واعطيت خريطه فيها مكان كل حفره ومكان الرمال المتحركه والنباتات السامه وكل لغم ماذا تفعل هل ستلقي نظره سريعه ثم تذهب اضمن لك ستخرج ميتا ام ستدرسها جيدا ثم اثناء الرحله تضعها في مكان قريب لتفتحها لتختر طريقك لتصل الى الجانب الاخر سليما تماما هذا العالم حقل الغام اعطانا الله خريطه مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي والسؤال هو هل نبالي به هل ناخذ منه حكمه ترينا الطريق ام نعرف اكثر من الله ونقيّم الأمور بحسب حكمنا مثل حواء. القرار لنا. أنا أريد أن أعرف الجيد في نظر الله. هل استفدتم شيئًا؟ أراكم قريبًا.